حسنا، إذن هجوم. هل أساعدك يا بلبلة؟ هكذا أفضل. شكرا يا رمبا، لا أعرف ماذا كنت سأفعل لو لم تأتي. حسنا، طالما أنني ساعدتك فهل تساعدينني؟ أي نوع من المساعدة؟ أريد أن أمسك بغيمة. طبعاً طبعاً. وفكرت طالما أنك تطيرين فأنت أفضل من يمسك بالغيمة. حسناً يا رومبا، كلمة أفضل هي كلمة طالما تستعمل في وصفي. سأستخدم الآن قوة سحري ورفيف جناحي لأحضر لك غيمتك. حظاً سعيداً يا بلبلة. سألقي الآن الكلمات السحرية للإمساك بغيمة. كيولو مسنيمبو بينكي تينكو. تحاولين أن تصعبي الأمر علي؟ هيا يا غيمتي، رومبا يريد أن يراكي. انزلي، هيا يا غيمة. ماذا تحاول أن تفعل؟ ماذا تفعل بلبلة؟ كدت أصل يا رومبا. انتبهي. معذرة. ما هذا؟ لقد منعتني من الإمساك بالغيمة. أمسكت بي بدلاً منها. هل أنت متأكد أنها فكرة جيدة؟ ها؟ طبعاً إن أردنا الإمساك بالغيمة ستغطي طائرتي بالصمغ؟ نعم، والآن ما أريده هو أن تنطلق على دراجتك بأقصى سرعة ممكنة ثم تترك الباقي للطائرة الورقية. هيا، جاهز؟ انطلق! جيد، أسرع! جيد، لقد وصلت إلى الغيمة. سوف ننجح. وهو! لا أصدق، سنمسك بغيمة. كيف هو الوضع الآن؟ ليس جيدا كما كان من قبل. رومبا، فهمت كيف علق منقارك فيها، إنها ضخمة. ما هذا؟ على الأقل أحدنا سعيد. رومبا، رومبا، أنا أعرف كيف يمكنك الإمساك بغيمة. كيف؟ احتمي في أغصاني يا حبات البلوط، إنها تمطر. إنها تمطر، إنها تمطر. نعم، إنها تمطر يا رومبا. بمعنى؟ تلك الغيمة ما هي سوى قطرات ماء صغيرة. إنها خفيفة ولذلك تسبح في الفضاء، ولكنها أحياناً تصبح ثقيلة فتنزل في شكل مطر. إن أمسكت بالمطر فكأنك تمسك بغيمة. إذن هنا توجد غيمة، إنها غيمتي. نعم، أليس هذا مدهشاً؟ أجل، هذا مدهش. شكراً لأنك لم تستسلمي. لقد أمسكنا بغيمة. ماذا هناك يا بلبلة؟ هل رأى أحدكم كرز؟ أنا أظن أن هذه له. كرز يا قط، كرز يأتي. طائرتي. ما هذا؟ آسف،
أخطأت ثانية. لكنني أمسكت بغيمة. انظر رمبا، هذا مجرد ماء. شكراً. أوه، انظري، قوس قزح جميل يا روزي. وهل ستطلب مني الآن أن أمسك لك بقوس قزح؟ لا تكوني سخيفة، هذا مستحيل. لكن أود قطعة من القمر لأنه مصنوع من الجبن. عليك أن تكتفي بشطيرة من الجبن. تذكر، نزهتنا لم تنتهي بعد. هذا كلام مفيد.